زيد معنا في الاستوديو اختصاصي الطب النفسي الدكتور عصام سماحة. اهلا بك وصباح الخير. اهلا وسهلا دكتور عصام. صباح النور. لما نتكلم دكتور عصام عن عسر القراءة عند الكبار بالتحديد، هل بيبدأ بالضرورة في الصغر ام انه ممكن ان هو يظهر فجأة في مراحل عمرية متقدمة؟ هو ممكن حضرتك الاثنين، يعني الغالب طبعا اللي هو بيبدأ من الصغر وبيكون مهمل بطريقة نقول under diagnosed، يعني غير مشخص، وطبعا في ناس بتلجأ لطرق أخرى وده اللي بيأخر التشخيص، وبالتالي فتبدأ من الصغر بيفسروه بطريقة مختلفة، يعني بيفسروا غلط، يعني ده الولد بيدلع، ده البنت ديت او خجل، ده خايفه من المدرس، ده يروح ممكن يعني يعملوا مشاجرات في المدرسه. انا ابني لو طلب اللي هو السوبرفايزر او الاخصائي الاجتماعي عرضه على المختصين لحل المشكله، تبقى خناقه اشمعنى ابني وحاجات زي ديت، وانتوا ده تنمر، وتبتدي روايات أخرى. وممكن من لو يكون الأدلت نفسه واجه بعض المشاكل، سواء مشاكل عضوية أو مشاكل نفسية، لمواقف معينة يجيله نفس اللي هو الايه عسر القراءة اللي هو الديسلكسيا على كبير يعني، أو فترة الشباب يعني. طيب من ناحية طبية، ما هي أسباب عسر القراءة؟ هل هو مرض أو اضطراب؟ لا، هو الحقيقة هو اضطراب، ولكن لو طبعا not diagnosed و not managed بيتحول إلى مرض اللي هو الكوموربيديتس، اللي هي الايه الأمراض المصاحبة، وخاصة اللي هي الأمراض اللي احنا بنعالجها اللي هي القلق والتوتر، الشخصية اللي هي الافويدنت بيرسوناليتي، يتكون بقى خلاص هو مش قادر يتكلم مع حد عشان ما يظهرش عيبه، هو فاهم ان كل الناس بيبصوا عليه، فاهم ان الناس هتنتقده، فيبتدي ايه يبقى ويزدرون، يبقى يسحب نفسه من المجتمع اللي هو فيه. فتصوره لو هو في مدرسة او في فصل، نكبر شوية نروح على الجامعة، خلاص بقى لوحده، بقى الطالب ده منعزل لوحده، راح عمله بقى لوحده. وزي ما قالت الأستاذة أو الدكتورة اللي قبلي، في ناس طبعا محترمة جدا وعملوا في بصمات في البشرية كان عندهم ديسلكسي وعدوا، وفي ناس فنانين وفنانين حتى فنانين مصريين احنا نعرفهم بالاسم وكده ومن بلاد أخرى بيظهروا وبينجحهم وهم عندهم عندهم عسر القراءة أو ديسلكسيا مستمرة معهم، ولا هم تعالجوا منها؟ هو الحقيقة في التقسيم اللي هو التقسيمات العالمية المعتمدة، سواء اللي هو الانترناشونال اللي هو بيسموه ICD-10 أو 11 أو DSM-5 اللي هم التقسيم تصنيفات الأمراض النفسية العالمية المعتمدة، بتقسمه على انه learning disability خلاص. فهو يعني اعاقه، نوع من الاعاقه يعني يعني وايه بتقسمه كمان اللي هو specific و persistent، فلذلك هو موجود مستمر. بس هي الشطاره بقى اللي احنا ايه نقدر نعمل التريننج، ولازم نضيع اللي هو الفوبيا اللي بتتكون عند صاحبها اللي هو يتكلم، لانه هو مره واحده اتكلم وانطلق امام الناس مش هيهمه ايه اللي هيحصل، لكن هم بيبصوا بعين. اتفضل. يعني هو بامكانه انه يتدرب على انه يتغلب على عسر القراءه اللي عنده، ولكن لا ينتهي تماما يعني. هو يعني يكون في تحديات، بيبقى لازم تشالنج طبعا. والحاجه الثانيه اللي هو على حسب بقى، انت عارف حضرتك اللي هو ايه، اي حاجه احنا في حياتنا ويينج، زي الكوست بينفيت زي الريسك بينفيت، فهو اذا قدر فهو هيتعدى وعمل كوبينج خلاص انتهى، زي الناس اللي هم الارتست اللي هو بيبقى اصلا، هو مش عايز اقول لحضرتك في مذيعين بيكون عندهم مثلاً.
وشغالين ومتميزين في شغلهم وتعدى وكده اقعد معاه بس مر مرحله التشخيص والعلاج ولا ممكن يكون حتى ما يعرفش والله المعنى. انا هقول لحضرتك على حاجه الحقيقه يعني طبعا العلم بيتقدم الوقت احنا العلم بيتقدم الوقت يعني انا اعرف ناس من غير ما يروحوا الدكتور من غير ما يروحوا لاي جهه تشخيصيه طبيه والوقت بقوا كويسين ومشوا في المجتمع وفي ناس الوقت لان الامور تقدمت ووسائل التشخيص تقدمت وبقى في يعني حاجات ام ار اي اتفضل انا اسف لانه يبدو في مشكله في التشخيص لما يكون في الامراض المصاحبه اللي حضرتك ذكرتها انه يكون في توتر يكون في فوبيا يكون في اكتئاب كمان مصاحب يعني اللي بيجي لحضرتك اختصاصي نفسي ممكن يكون بيشتكي من حاجات تانية مختلفه خالص عن عسر القراءه يعني ممكن يكون بدايه الخيط بيبتدي من الاكتئاب ويصل في النهايه هو ده اللي هي هم عشان ليه كده بدا يتحط في كاتيجوري في التصنيفات الامراض النفسيه العالميه ان ده مشكله ليه لان ده يعني احنا بنقول امتى ان ده ستوب النورمال فانكشن يعني معاش واحد رايح يتجوز خلاص فهو خايف كل ما يروح لا انا مش هقدر واحد عنده وظيفة خلاص وظيفة مهمة ممكن يبقى مذيع وراجل محترم جدا ومشهور وكده لا أنا ما أقدرش أروح عشان الاختبار هيحصل كذا دي حاجات احنا بنشوفها وبيجي لنا الناس من الأبواب الخلفية بقى أنا عندي كذا أنا عندي انترفيو أنا كده وهو خايف وقلقان جدا ومتوتر وما بينامش وكده وفي كوموربيديتي والمصيبة اللي هو إيه يفشل في اول مره فبيبقى خايف من الفشل زي حكايه بالظبط زي نوبات الهلع خايف من تكرار المشكله وقعد زي يعني مثل التروما كانها عند الشخص عموما طيب في بيئه مثل هذه الان وفي حتى حكينا قبل شويه عن التنمر اللي ممكن يصير ايضا كيف ممكن ياثر هذا نفسيا على الشخص سواء كان طفل او بالغ اللي يعاني طبعا من هو ده بيعمل ريجريشن اكتر ليه؟ لأنه هو بيزود اللي هو الأنكزايتي كفة الأنكزايتي أو القلق والتوتر والخوف من نفس الموقف إنه ينعت اللي هو ومين اللي هيتنمر علي يعني فاهمين يعني هو في المدرسة وهم أطفال غير لما يكون في الشغل ومطلوب منه في عمله يعني وفي عمل محترم وكده ومطلوب منه اللي هو يعمل برزنتيشن طب هيقف ازاي وكده تلاقي انا شفت ناس يعني يعني في اي بي بين قوسين يعني عنده برزنتيشن وبيدي لواحد زميله عشان هو مش قادر يقدم يعني فده اللي هو الافويدنس التجنب العلاج بيكون ازاي العلاج طبعا اللي هو تحديد المشكله الاول واللي هو التشخيص بالوسائل المختلفه يعني لازم نذهب هل يعني معاش هل في اسباب جينيه هل لان ده رانز ان فاميلي لازم نبقى فاهمين الحكايه ديت يعني دي مهمه جدا خلاص طبعا ميديكال والسايكولوجيكال هيستوري والسوشيال كمان يعني لازم الداتا دي تبقى يعني معروفه ولذلك احنا في المور ادفانس يعني في السايكاتري لسه كنت بتكلم مع احدى الزميلات امبارح في الحكايه ديت المفروض ان يكون في زي ما في فينجر برينت واحنا داخلين المطار في اي برينت المفروض ودي اول مره وحصريا لحضراتكم يعني المفروض الموجود في سايكولوجيكال برينت يعني في بصمه نفسيه لكل واحد من المدرسه والشخص هو وتطور حياته عشان ما نبقاش متحيرين واي حاجه لان طبعا في جولدن رول في قاعده ذهبيه في العلاج الطبي النفسي اللي هو ايرلي دايجنوزيس او شخص قليل يبقى ايرلي مانجمنت تشخيص مبكر معنى علاج مبكر وات ايفر هو عضوي او وراثي او نفسي او اجتماعي يعني يا ريت لما يكونوا اطفال اكيد ولكن حتى لو حد كبر يعني لم يفوت الاوان خلينا نقول احسن شيء شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الاختصاصي طب النفسي الدكتور عصام سماحه على وجودك معنا اليوم شكرا يا فندم شكرا